مساء الخير. بعد 24 ساعة على صدور حكم المحكمة الدولية بجريمة استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وبعد الردود والتعليقات الأولية وما كتبته الصحافة العالمية، ماذا يقول بهاء الحريري لصوت الناس؟ وهل من رسالة إلى اللبنانيين؟ طبعا تتابعونها عبر صوت بيروت انترناشونال، صفحة بيروت سيتي على فيسبوك بالتعاون مع VDL نيوز. استاذ بهاء، مساء الخير. مساء النور، شكرا الله استضافتكم لإلي. بتشرف سيدي. صدر حكم المحكمة الدولية أمس، حضرتك قبلت الحكم، بس لا. في ناس من اللبنانيين مش كتير محمسين، شو بتقلن؟ لا أنا ما بقول هيك، أنا بقدر إنه مثل ما بنعرف من بعد الحرب العالمية الثانية هيدي محاكم ما عندها الصلاحية إلا تحكم على الأشخاص. نعم. ما عندها صلاحية يعني تلاحق أحزاب أو كيانات أو دول حتى لو هي راعية للإرهاب. نعم. صلاحيتها دايما بس، عم بقول بس، هي ملاحقة الأشخاص. فلا نحن كتير مرتاحين بالقرار اللي صار. يعني عمليا الأشخاص يلي مش مطمنين أو يعني مرتاحوا للحكم، بتقلن إنه هيدا هو الحكم، هيك لازم يكون، يعني هذا المنتظر منه. لا نحن أولا واضح إنه يعني سليم هو إحدى هو المتهم، وهو فاعل بمنظمة بحزب الله. نعم. وواضح إنه كل التهم اللي كانت عليه يعني مش ما تبرأ منها، بالعكس يعني المحكمة كانت كتير صارمة بهذا الموضوع. المفاجأة اللي تفاجأنا فيه نحن هو موضوع الأدلة الغير مباشرة. المحكمة كانت كتير صارمة بهالموضوع، إنه مثل ما بتعرف بعد اجتماع بريستول الثالث، والوالد أخذ قرار إنه يكون مع المعارضة بخروج القوات السورية. نعم. كان قناعته، أنا اللي بعرفه، كان قناعته وقتها إنه البلد جاهزة تتحول ل يعني أمي. هذا كان حلمه إنه يحول لبنان، ويعني الميليشيات تسلم سلاحها، وما في إلا ميليشيا واحدة حسب الطائف، هي ميليشيا حزب الله. نعم. فهو كان بالتي هي أحسن، كان بده يوصل الموضوع لهذا لهذا الهدف النهائي، وبس الاختيار صار. شي مرة خبرك إنه هو لا سمح الله يعني بوقتها بذاك الزمان كان مهدد؟ نعم، أنا كنت أحكي كثير، يعني حكيت بهالموضوع، حتى مرة حكينا إنه يعني كان كلامه جدا مفاجئ لما قال إنه حتى لو كان باختيال يعني خروج هالقوات من لبنان كان يعني كان ما عنده مشكلة. يعني كنت بعرفه كان رجال مؤمن. نعم. إيمان شديد برب العالمين، كلنا نحن مؤمنين برب العالمين، يعني هذا إيمان موحد عنا بكل الطوائف مثل ما بتعرف بلبنان. نعم. هو كان جدا مؤمن، وكان لو كان به لو هيدا الموضوع ضروري ما عنده هيدي التضحية الكبرى له، بس ما كان عنده مشكلة. استاذ بهاء، بتتذكر أي متى عمليا ذكر لك الوالد انه في تهديدات؟ يعني هل كانت بمرحلة قريبة من 14 شباط او بمرحلة قبلها بكتير؟ لا انا مرة لما كان قاعد ولما قال استودعكم الله، لما عامل الحديث وانا ركضت لعنده وقريت، قلت ليه قلت هالجملة؟ ليه قلت استودعكم الله؟ قال لي هيك احساسي انه علي يقوله. سبحان الله، يعني الهام من رب العالمين، ما بعرف شو، بس انه هيدي كانت هالكلمة كانت لما يعني رفض التكليف من بعد الاستشارات عايام الرئيس لحود اذا ماني غلطان، صح؟ نعم. قال استودعك الله، ركضت انا نزلت، يعني قال لي لا هيك الهامه اولى يا ابني، بس هذا اللي بعد سالته، يعني قلت له بين في 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 خطر كبير على الموضوع. يعني رفيق كان جوابه رحمه الله عليه انه لو اضطر الموضوع نحن يعني. طيب خبرك، لا حول ولا قوة إلا بالله. خبرك شيء من وين كان مصدر التهديد؟ مين يلي كان عم بيهدد الرئيس الشهيد بوقته؟ يعني واضح حسب مثل ما قالوا، يعني الـ يعني الـ يلي قالته المحكمة، بمعنى إنه الوقائع الغير مباشرة، الحقائق المباشرة اللي ذكرتها المحكمة،
بين اجتماعه مع وليد المعلم وبين موضوع ببريستول، انه كان وضع وقتها كان الوضع السياسي جدا متشنج، ما كان في هدوء سياسي، وكان هو اخذ قرار انه على القوات السوريه والميليشيات، بمعنى ميليشيا واحده بس هي اللي هي حزب الله، انه تسلم سلاحها. نعم. كان بهذا الموضوع خلص، يعني ما كان يعني صارم واخذ قرار فيه. طيب استاذ بهاء، الرئيس الشهيد يعني عنده عبارات صارت تقريبا مألوفة لدى الناس والناس بترددها، مثلا لو بقيت لغيرك لما قالت إليك، ما حدا أكبر من بلده، هالتعابير هودي. في شي تعبير مثلا نحن كمواطنين لبنانيين كان يكرر لك إيه نحن ما بنعرفه؟ ما يعني كنا مرة واقفين بالسراي الحكومة مكتوبة فوق، قال لي طلع عليها يا بي هيدي إنه ما بتدوم لحدا. فهو كان إنسان مقتنع يعني بهذا الموضوع قناعة تامة. نعم. وما يعني كان في صفة إنه ما كان بحياته يحب ينام بالسراي، يعني يحب دائما ينام بقرايته. هو كان عليه إنه يوصل البلد لبر الأمان، بمعنى تنفيذ الطائف، ويعني يتقاعد. هذه كانت ما كان عنده نية كفي، كان عنده نية إنه وصلت البلد لبر الأمان، عمرناه، حولنا لبنان لأمة موحدة، تنفيذ الطائف يعني هذا. فأنا اللي بدي أقوله إنه بال 2004-5 كان الشعب اللبناني جاهز لهالتعديلات كلها. أنا بعد باليوم الشعب اللبناني أكثر من جاهز اليوم، مع المغتربين اللي عايشين برا، اللي بأي دولة عربية أو أجنبية هن فاعل إيجابي بالمجتمعات اللي هن فيها. فنحن كلبنانيين كنا جاهزين بال 2004 لهالتعديلات، أنا رأيي اليوم أكثر من جاهزين. انت بتعتقد فعلا انه اللبنانيين بالرغم من كل الانقسامات الموجوده على الساحه اللبنانيه هني فعلا جاهزين اليوم؟ نعم، انا بعتبر اليوم ما بحياتي شفت الشعب اللبناني متوحد بهالموضوع. اليوم نحن بحاله طلاق بين المنظومه هاي، بما اللي انا اللي بعنيها انه حزب الله وزعماء الحرب. انت ما بتعرف التاريخ برهن انه زعماء الحرب ما بعمروا امم. نعم. بيقعدوا بدورانون وكل واحد لمصلحته، يعني بيلتف حول مصلحته. وهذا طيب. الموضوع واضح وهذا التاريخ أثبت. لما نحن بنحكي عن يعني عن الرئيس الشهيد بنحكي اعمار جوامع، كنائس، بنحكي عن مدارس. نعم. بنحكي نعم. عن جامعات، بنحكي عن منح تعليمية. نعم. هل بنيتك انك تكفي هيدا المسار؟ انا بنيتي اكفي، بس انا يعني بتعرف رفيق عنده كان شخصيته رحمه الله عليه، انا عندي شخصيتي، انا بؤمن بالوظائف. انت بتعرف احنا استثمرنا ملنا الوف في الوظائف. انا بعد الانسان اذا اعطيته وظيفه، مع انه كل اللي كانوا حولي كانوا ضد الاستثمار هذا، بس نحن كنا مع الاستثمار، الحمد لله اثبتنا عملنا الوف الوظائف، يعني انتجنا منه الوف الوظائف. انا بعتبر بالنسبه لي توظيف العالم اساسي. انسان بفيق الصبح بروح على شغله، من الساعة 9 بيرجع بأمن يعني لقمة عيشه لمرته أو أولاده أو هو وأخته أو خيه وأمه بيه. فأنا بالنسبة لي قد ما فيني بقدراتي طبعا أقدر وظف عالم، طبعا بالقطاع الخاص. أنا ما بعرف، بالنسبة لي موضوع الوالد كان جدا صارم لموضوع القطاع العام. إحنا ما بحياتنا فتنا بأي شيء يتعلق بالقطاع العام، ولا من عيد ولا من عبيد، ولا بحياتنا حنتدخل فيه. بس القطاع الخاص اللي عندنا، يعني منك مع المخصصة؟ أبدا أبدا. هذا موضوع، هذا ما نحن برجع بقول، نحن بنعد اليوم ضروري يكون في حكومة مستقلة مدعومة. أنا بتواصل مع يعني نحن بتواصل مع البطريرك وباتصال معه. أنا بهني على المسودة اللي عملها بموضوع الحياد. وعلينا نكون ايد واحده لنقدر، يعني بعد بالنسبه لي الموضوع تشكيل الحكومه اللي هي مستقله، فيها يعني وزراء يعني بيكونوا على طلاق كامل، يعرفوا شو الاولويات، هي انه نقدر يعني استئصال هالمنظومه من القطاع العام. القضاء تعرف سمعتنا برا مش هالقد بموضوع القضاء وبموضوع الفساد. نعم. يعني والأولويات اللي هي العمار، المساعدات، الـ IMF. معقول تستثمر بلبنان؟ معقول تستثمر بهالوضع بلبنان؟
يعني نحن اهم شيء نحن استثمرنا قبل، يعني كان الوضع مثل ما هو وعارفين لوين الامور رايحه، يعني متوقعين نحن الامور توصل لهون، بس نحن مؤمنين بقدره اللبنانيين. يعني انا ما بحياتي شفت شعب مثل الشعب اللبناني، مثل ما قدرنا بعد الحرب، بعد الحرب الاهليه نطلع من دمار شامل. برجع بقول دمار شامل، اهم شيء ان نكون متفقين بين بعضنا ونقول انه علينا يعني نتفق على وضعية هيدي المنظومة نكون نحن بطلاق شامل معها، ونقول مستعدين نبني وطن، وطن يعني أمي موحدة. أنا ما طبعاً كنت بس بالقطاع الخاص. أوكي، أنا يعني حبيت هاللقاء يكون وجداني بامتياز، لأنه طرحت على عليك أسئلة سياسية عديدة خلال هالأربع خمس أيام الماضية. بس بما أنك ذكرت الحياد اللي تحدث عنه البطريرك الماروني، هل في حال احتاجت البطريركية المارونية إلى مد يد العون لهالمسودة أو لهالمذكرة من الخارج؟ بهاء الحريري مستعد؟ نحن مستعدين، نحن ساندينا، نحن ساندينا هيدا الموضوع، ساندينه كليا. نحن بجعبوا نحن بتواصل وبتنسيق مع البطريركية. طيب، عندي سؤالين أخيرين إذا بتسمح. بداية، يعني من بعد ما بلشت، نحن ما كنا بنعرف بهاء الحريري هالقد آخر فترة، بس بلشت تطلع على التلفزيون بصراحة بلشنا نحس أنه صوتك وخامة صوتك تشبه خامة صوت الوالد الله يرحمه رحمة الله عليه. أكيد أكيد وصلت لك هالملاحظة قبل؟ من زمان. وقالوا لك أنه الناس حبوها؟ من زمان. طيب، سؤالي الأخير، معقول تيجي تسكن بلبنان؟ إذا فيني أنزل هلأ على لبنان، ما بقول يعني أنا بتعرف ربيت مربى فير، بين كنت يعني كان أبواتي بير كلود بير فرانسوا، زعلت كتير عليهم لما ماتوا، بعتبر يعني ربيت هذا موضوع، يعني نحن علاقتنا مع المسيحيين مش موضوع مصلحة أبدا. نعم. الموضوع ما أنا ما بؤمن في هذا الموضوع، نحن ربينا عليه والاعتدال عنا، أنت بتعرف إحنا الشيعة مثلا نعم، يعني علمنا فوق 4000 منه، فهذا نحن انه حدا يقولنا نحن ضد الشيعة يسمحوا لنا فيه، نحن مع الاعتدال. نعم. نحن ربينا مربى فرير، هذا موضوع مفروغ منه، ما عندنا اي حقد. تلفنا كمان بالعيد الاضحى للشيخ العائل وسلمنا عليه وذكرناه. نعم. لما كان موجود مع الوالد وقرينا الفاتحة على سهى وعبيد. نعم. في شيء موانع من انك تنزل على لبنان تسكن بلبنان؟ يعني بتعرف انا موقف هلا يعني مزعج شوي، ضد الاداء مزعج شوي، يعني لما يصير عنا تطمينات امنيه كامله، يعني انا بتلاقيني بكره بعرف بدي اولادي عائلتي تربى بلبنان. انا هذا ربيت عليه طول حياتي. يعني بتشكرك على هاللقاء، بنتمنى انه نشوفك بلبنان بيناتنا، بس دائما نسأل السلامة اول شيء. شكرا على هذا اللقاء وعلى هذا الحوار. شكرا، الى اللقاء. اذا مشاهدينا، استمعنا كما تبعتم الى حوار قصير وجداني اكثر مما هو سياسي مع النجل البكر للرئيس الشهيد رفيق الحريري. الى اللقاء.